السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب دايما اسمع عنكم ان انتوا دايما بخير. النهارده هتكلم معاكم على المطاعم او محلات الشاورما اللي موجوده في مدينه كروفروك. مدينه كروفروك بتمتاز بانها موجود فيها كتير جدا 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 محلات شاورما، لانها مدينه مش كبيره وفي نفس الوقت فيها محلات شاورما كتير. الناس اللي داخله وعايزه تعرف بالظبط محلات الشاورما اليوم فيها على العامل بقف بكام، بتقف في محلات الشاورما من 400 جريفن لحد 1000 جريفن في اليوم، حسب شغله وحسب الشيفت اللي هو شغال فيه. لو انت بقى معاك فلوس وعايز ان انت تيجي تفتح مشروع وتفتح محل شاورما، مشروع جميل جدا جدا جدا، بس انصحك ان انت الاول تيجي البلد وتزور البلد وتعرف كل حاجة عن البلد، وبعد كده تقرر تفتح المشروع. النهاردة هندخل مطعم ونشوف الاكل عامل ازاي، وهنروح محل شاورما وهناكل فيه شاورما ونشوف المحل عامل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد في مدينة كروفروك. على فكرة يا شباب، الناس دي كلها مش واقفة كده لمجرد ان هي واقفة كده وخلاص، لا، الناس دي واقفة مستنيين دورهم على التواليت. يعني ما شاء الله ما شاء الله، العدد كبير جدا 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 جدا، لدرجة ان هم بيبصوا لي وانا بصور. اول ما قلت كلمة تواليت كلهم قاموا بصوا لي، اللهم صل على النبي. يعني ايه يا عم الناس دي يا عم؟ كل دول من كتر اللي بيشربوه ولا ايه؟ كل حاجه نظام التواليت، واقفين بالدور على التواليت، يعني اكتر من 20 30 واحد واقفين ورا بعض. ده غير ان في كام؟ 2 4 6 10 10 10 اسمها 10 ايه؟ 10 حمامات جنب بعض، كابينه 10 كابينه كابينه كابينيات. يا خب ما بعرفش انا اجمع اي كلمه، حاجه حزن. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، النافورة اللي احنا صورناها اول يوم، ولكن الوقت شغالة بقى عشان الاحتفالات والدنيا، والناس هنا بتحتفل زي ما انتم شايفين. ناس قاعدة هنا كده كده كده، تاك 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 تاك. في اللعبة اللي هناك ده انا عايز اجربها. اللعبة دي يا شباب عايز العبها يا عم، عايز العبها، جامدة. شوف شوف شوف، الله، عايز العبها. لا بص يا شباب، قابلنا الحاج محمود، قابلنا الحاج محمود هنا من فلسطين، من فلسطين، كان حابب يوجه لكم كلمه ويوجه كلمه للناس اللي حابه تيجي اوكرانيا. اهلا وسهلا في اوكرانيا، اوكرانيا مدينه حلوه جدا هتعجبكم باذن الله. بس كده. اشوفكم على خير. طب قول للناس كل سنه وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين. الجريك انت هنا بقالك بقى كام سنه؟ 10 سنوات. 10 سنوات وعنده ابن، عنده ابن وزوجته. 10 سنوات ومتجوز ومخلف هنا طبعا. يعني اكيد معاك الجنسيه؟ والله الجنسيه مش معايا، ما مع الاقامه الدايمه ما معاش الجنسيه. تمام، ليه بقى ما فكرتش انت تاخد الجنسيه؟ ما بتلزمنيش. ما بتلزمك اروح بيها معنى يعني ليه ليه السبب بالظبط؟ ما بتلزمنيش، يعتبر بلد هنا وطلعت. هو اصلا اللي معاه الاقامه الدايمه كانه معاه الجنسيه، الفرق طبعاً. الوحيد ان هو ما بياخدش الجواز الاوكراني، ما يقدرش ينتخب وما يقدرش ان هو يروح الانتخابات. اللي انت تاخد الجواز، اللي انت تسافر بلد تانية او بلد اوروبيه تقعد 3 شهور وترجع والكلام ده، اللي يبقى متاح ليك، متاح ليك اللي انت تسافر اي بلد اوروبيه، هو ده الجواز الاوكراني. من غير الجواز الاوكراني هتاخد فيزا لاي بلد انت عايزها، صح؟ طبعا هو ده الفرق بس. وكمان الانتخاب، هو ما يقدرش ان هو ينتخب، هو مش عايز ينتخب اصلا. انا مش عاوز، انا ما انتخبتش رئيس بلدنا، انتخب رئيس اوكراني. زي ما انتم شايفين ورايا كده، محلات الشاورما المصري، العرب والمصريين هنا بيشتغلوا هنا في محلات شاورما كتير جدا جدا جدا، يعني اكتر من 40 نقطه ولا 35 نقطه كلهم، يعني زي الكشاك زي اللي انتم شايفينها دي كده، شاورما العرب هم اللي ماسكينها هنا. نتعرف عليهم بقى. نتعرف بيك يا غالي. حبيب من سوريا. مازن من سوريا. كم سعر الساندوتش والدنيا عندك عامله ايه؟ 45 جنيه. ايه؟ 45 جنيه. 45 جنيه اللي هو الستاندر الكبير ولا الستاندر؟
45 جريفنا يعني ارخص من كييف على فكره. عندنا في كييف بيبدا من 50 60 اللي هو الكبير، الصغير 35 40 كده. بس ما شاء الله ما شاء الله اللي انا شفته هنا ان العرب مكتسحين في الشاورما، في شغل الشاورما، وبالذات السوريين. يا جدعان اللي يجي البلد دي لازم يجي هنا كده ياكل شاورما زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو محروق من الكاميرا ويعني ايه ولا الجو حر عندك؟ يلا ربنا يعينكم يا رب، وفرصه سعيده، وان شاء الله. لا لا انا صايم بعد الفطار بقى ان شاء الله. بعد الفطار ان شاء الله لما وانا طالع هعدي عليك باذن الله. لا لا مش الوقت بقى، بعد الفطار، بعد الفطار، بعد الفطار، بعد الفطار والله هيجي لكم. خلاص بعد الفطار هنفطر ونجي لكم. خلاص ماشي باذن الله. عايزين حاجه؟ مع الف سلامه. مع السلامه. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. زي ما انتم شايفين يا شباب المطعم اللي ورانا ده هو ده مطعم اكبر، يعتبر اكبر مطعم هنا عربي. المطعم ده اسمه مطعم شنبور. المطعم ده مطعم صاحبه سوري، صح يا مصطفى؟ سوري. المطعم ده صاحبه سوري، بيعملوا الشباب هنا بيعملوا على الفطار وجبه، الوجبه بيشتركوا فيها اللي هم الشباب العرب الموجودين هنا، بحيث ان هم يقللوا التكلفه عشان خاطر وياكلهم ويشبعهم، وعشان خاطر الطلبه ياكلهم، وفي نفس الوقت المطعم بيقلل عليهم التكلفه. هدخل نفطر النهارده جوه ونشوف نظام الاكل عامل ازاي والناس بتاكل ايه النظام بالظبط. دخلنا المطعم، دخلنا المطعم زي ما انتم شايفين كده. ده المطعم بس لسه ما فيش حد من الشباب جم. طبعا بيتجمعوا هناك كده، هناك كده في قعدات وبتاع بيتجمعوا فيها وبياكلوا مع بعض. نشوف لو هم جم ان شاء الله هصورهم. زي ما انتم شايفين يا شباب الناس هناك بدات تتجمع هنا اهي، والناس هنا برضو اللي هم العرب برضو هنا بداوا يتجمعوا. جابوا لنا شوربه ولسه هيجيبوا لنا دلوقتي كفته. زي ما انتم شايفين كل اللي هنا اللي بيفطروا هنا دول كلهم عرب، يعني جزائريين على سوريين على فلسطينيين على مصريين، يعني اللي هو الواحد اللي هو حسين بس. المهم نفطر، ولو في حاجه تانية كده موجوده هنتكلم مع بعض فيها. خلصنا الشوربه كده زي ما انتم شايفين، شوربه خلصت خلاص، يعني خلصنا الشوربه. لسه بقى مستنيين بقى الاكل يا مسهل. بس يا جدعان الاكل اكل يعتبر جالنا اهو. سبسيبا جابوا لهم ومش جابوا لي، يعني تعبان. تعبان؟ طلع تعبان؟ قليل يعني، نطلع نضرب شاورما بعدين. هو بالنسبه لي الوجبه دي زي العسل يعني، تقضيني 100 100. بس هي بس يجيبوها لي بس، انا قدامي فاضي يا جدعان. جينا دلوقتي اخيرا الاكل جالي هو بتاعي تمام. بس ما فيش سلطه، ما فيش حاجه بصراحه، يعني دي اللي يزعل يعني. المهم الشباب هناك كلهم، الشباب هناك كلهم هم العرب، ما اعرفش حد فيهم عشان كده مش يعني كنت عايز نروح نتكلم معاهم، ولكن يلا مش مشكله مره ثانيه. المهم الناس هنا بتفطر كده، يعتبر خلصنا هنفطر في حاجه نرجع لكم. رجعنا تاني للمحل بتاع الشاورما عشان خاطر ناكل شاورما. بس ما شاء الله يعني شاورمتهم حلوه يعني، ما شاء الله عليهم يعني. وبكده يا شباب يكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى ان الحلقه تكون عجباكم، واتمنى ان انا اكون اجست في الحلقة النهاردة 10 دقايق مش كتير. كنت ناوي ان انا اعمل اكتر من كده، ولكن مفيش، كانش في موضوع اكتر من موضوع المطاعم العربية، وهي دي المطاعم اللي انا شفتها هناك. ونصيحة مني لاخواتي اللي حابين ان هم يجي هنا يفتحوا مشروع، قبل ما تيجي تفتح مشروع اعمل دراسة جدوى صح، وتعالى البلد الاول شوف البلد نظامها عامل ازاي، وما تحطش فلوسك في اي حاجة الا لما تكون عارف راح فين وجاي منين، واسأل القديم او اسأل الموجود في البلد او اللي شغال في البلد وفاتح فيها مشروع. المهم اتمنى ان القناة بتاعتي تكون عجباكم، ولو عجباكم ولو شايفين ان انا لازم استمر في القناة ادعموني بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد.
ويلا اشوفكم على خير، مع الف سلامه، مع السلامه، ورمضان كريم عليكم.